النتائج النهائية جاءت كالتالي: الرتبة الأولى الفائز بكأس العرش للسباحة بالزعانف موسم 2021-2022، المرتبة الأولى جمعية المرجان 348 نقطة، المرتبة الثانية فريق الرجاء البيضاوي للأنشطة التحتمائية 323 نقطة، فريق الأسامين الرتبة الثالثة 249 نقطة، فريق الجمارك الجمعية الجمركية المغربية في الرتبة الرابعة 110 نقطة، فريق CMCS كومبلكس محمد الخامس الرتبة الخامسة 105 نقاط، فريق النادي قنيطري للأنشطة التحتمائية الرتبة السادسة 97 نقطة، المرتبة السابعة APG الجمعية جمعية الجديدة للأنشطة التحتمائية 56 نقطة، الرتبة الثامنة التشيرة 50 نقطة، الرتبة التاسعة نادي الغوص الدار البيضاء 21 نقطة، والرتبة العاشرة فريق مزاقال 7 نقاط. أطلب من فريق جمعية المرجان الالتحاق بمنصة التتويج، شكرا. السلام عليكم، معكم أزهر إدريس غواص وكندير سباحة بزعانف مع فريق الرجاء. صراحة بطولة دازت مزيانة، كأس العرش داز مزيان. كنبغي نهنى جميع المشاركين اللي فازوا في المسابقات ديالهم، والجامعة الملكية للغوص السباحة الرياضة تحت المائية. واخا صراحة ما حققناش المركز الأول في هذه البطولة، ولكن كنبغي نهنى فريق المرجان اللي جا في المركز الأول، يستاهل، ونتمنى الخير إن شاء الله من هنا القدام. شكرا. السلام عليكم، سميتي وئام خسيوين، بطلة ديال المغرب، ودجا شاركت في الشامبيونا دي موند اللي كانت عندنا هذا العام. هذا بالنسبة للنتائج ديالنا اليوم، الحمد لله مفتخرة بهم بزاف، ميم سيكو ما طلعتش البوديوم سول، ولكن طلعت البوديوم افيك ايكيب، والحمد لله هذا افتخار مزيان، ومازال زعما كاين الجديد، ومازال حنا جايين لقدام ان شاء الله. بالنسبة لهاد لاكوب هادي راه ربحناها حنا كاملين ديال النجا فيك بار، ربحتها انا والدراري اللي معايا. اييه، وبصراحة هذا الفوز هذا كنهديوه للكوتش ديالنا، كنهديوه للجمعية، كنهديوه للسلا، وما نساوش عاوتاني حتى لي بارون اللي حتى هما تعذبوا معنا بزاف. السلام عليكم، عبد الجليل السقيطي، رئيس جمعية المرجان للغوص الرياضات المائية بمدينة سلا. الحمد لله حنا فرحانين بزاف، هذا واحد الحلم عشنا عليه بزاف، دوزنا سنين ديال تمارة باش نربحوا اليوم كأس عرش، كأس غالية على المغاربة كاملين. وغالي علينا حنا، دوزنا شويه ديال 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 الحر باش نوصلوا. الحمد لله ولاد سلا كانوا رجال، السباحين كانوا رجال وقالوا الكلمه ديالهم، وان شاء الله باقي جايه العالميه ان شاء الله على السواعد ديال هاد الوليدات. شكرا.